السلام عليكم. شو بيردي زاد رانا نشوفه في المقابلة تاع الشوط الأول، ريال مدريد باريس سان جيرمان. ريال مدريد اللي راهي مسيطرة في الشوط الأول، خاصة الهدف المحقق اللي ضيعوا بنزيما، الهدف اللي كان محقق وكان سوف يقتل المقابلة ويكسب بزاف بزاف ثقة اللاعبين، خاصة في الشوط الثاني، وكان غادي يقتل المقابلة خاصة الجانب الأنصار تاع باريس سان جيرمان واللاعبين تاع باريس سان جيرمان. مقابلة جيدة، شنا الريال راهي مسيطرة سيطرة تامة، وشنا الأهداف الضائعة وخاصة الهدف تاع بنزيما. شنا بزاف كيما يقولك عطاوهم انذارات بزاف، خاطش شنا باريس سان جيرمان ما راهيش مسيطره كيما كنا متوقعين باش تسيطر، خاصه في الماتش تاع لالي وين شناها كانت مسيطره 85 75 دقيقه وهي مسيطره على المقابله. شنا كيفاش اليوم ريال مدريد باللاعبين تاعها اللي عندهم خبره واللعابه اللي عندهم كسبوا خبره كبيره ويبقوا ملوك اوروبا، خاصة في هذه الادوار، ونعرفوا ونعلموا بلي ريال مدريد جامي في هذه، خاصة في هذه المقابلات شوية تصعب على ريال مدريد، بصح اليوم رانا نشوفوا كلش مغاير ان شاء الله بربي. الشوط الثاني ريال مدريد تقدم اقصى ما لديها، خاصة المحبين تاعها الانصار تاعها الناس اللي يبغوا كرة القدم اللي يبغوا يشوفوا الريال تنشط نهائي ولا تنشط كيما يقول لك تنشط نهائي وتديها ان شاء الله بربي. خاطر علاه الريال يبقى كبير، ليه كبير كبير ليه كبير كبير، التاريخ تاعو يخدم عليه، وحنايا هذا الخليفي هذا الاموال كداهم وقسمهم في جهه وحده اخرى بالك خاله. خاطر علاه حنا نتمناو ان شاء الله بربي الريال هي اللي تفوت، هذه عادو حنايا نبغوا كرة قدم، نبغوا نشوفوا فرق كبيرة فينال. ربي يحفظكم وصحيتكم.